متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الذي سنشرح فيه كيف تزيل الخلفية الخضراء في برنامج كامتازيا ستوديو. نأتي بالفيديو الذي نريد أن نزيل له الخلفية. نعم، العملية بسيطة، نريد أن نزيل هذه الخلفية الخضراء ونترك هذه الخامة التي سنشتغل عليها مثلا مثل هذه أو هذه. نعم، إذا نذهب إلى هنا بلوس، ثم هنا افي فيزويل، ثم ننزل إلى هذا سوبريسيون كولور، ثم نضعها على الفيديو. بعدها لاحظوا مباشرة أزيلت الخلفية الخضراء، ولكن هنا لا تزال الخلفية الخضراء واضحة على جنبات الفيديو أو الخامة التي نريدها. إذا ماذا سنفعل؟ نزيد التوليرانس قليلا إلى أن يختفي اللون الأخضر فقط من الجوانب. نعم هكذا. نعم، إذا لاحظوا أنه اختفى. جيد، هذه هي الطريقة التي نزيل بها الخلفية الخضراء من جميع الفيديوهات.